يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامج تخمين للموسم القادم. تخمين هالسنه راح يكون غير، اولا زيدنا عدد الفائزين الى 3 اشخاص، وايضا غيرنا نظام المسابقه، تخمن على مباراه واحده من خلال 3 اسئله، وايضا باقي المباريات تعطينا بس نتائجها. تخمين بكل تاكيد راح يكون هالسنه غير، نشوف مباريات الجوله الاولى. أول لقاءات الديربي بين زعامة السد وأحلام العربي، الخور بالفرسان والأخرطيات تعزف الألحان، كماندوز الجيش الفنان في مواجهة البرتقالي صقور برزان، الريان الرهيب ضد القطراوي اللعيب، أمواج الوكراوية والفهود الغرفاوية، الأخوية المارد الأحمر والسيلية شبيه الإنتر. شوف السيارة اللي وراه سجل. لا أنا حد الغام. أصبحنا قوي يقول محمد. لحد الجنون. ولا ما في ولا. أول متسابق في موسمنا الجديد له طلة كأنها العيد، حيوا معانا الرقم 1 يقولون عنه سعيد. نرحب فيك سعيد بن فضل الكعبي، أول متسابق معانا في برنامج تخمين في موسمه الثالث. الله يحييكم كلكم قناة الكاس والاستاذ والشغالين عليها. سعيد، يمكن احنا مختلفين في هذا الموسم، عندنا 6 مباريات نبيك تخمن عليها، لكن انت راح تختار اكيد مباراه من هالمباريات الستة في الجوله الاولى من دوري نجوم قطر. السدوية العربي اول مباراه. هذه المباراه اللي راح تخمن عليها. ايوه هذا. خبرك اول مباراه، ما شفنا مباريات قبل هالدوري، لكن توقعاتي السد. كم؟ 2-1 لصالح السد. افضل لاعب في المباراه. توقعاتي راول. نروح حق المباريات الخمس اللي نبيك فيها تقول لنا نتيجة المباراة من غير ذكر طبعا أفضل لاعب أو من راح يسجل في هذه المباراة، وهو نظام برنامج تخمين لهذا الموسم. المباريات الجاية نقول الخور والأخريطيات. 3-1 الأخريطيات. الوكرة والغرافة. الغرافة 2-0. خلنا نتكلم عن مباراة أيضا راح نشوف فيها البطل الأخوية أمام السيلية، من تتوقع وكم النتيجة؟ هي 3-0 3-1 3-0 تقريبا. 3-0 حدد على اساس فيها نقاط وفيها جوائز. 3-0 لا 3-1 3-1 ايوه. خلينا نتكلم ايضا عن مباراه وايد قويه راح تشهد هالجوله الاولى، هي بين الريان وقطر. فريقين مستعدين بشكل جيد ولديهم محترفين مميزين، كم النتيجه يا سعيد؟ احس تعادل. تعادل 2-2 2-2 نعم. اخر مباراه راح تجمع بين الجيش ومصلحة. 2-0 لمصلحة الجيش على المصلحة. وصلنا لختام لقائنا معك. الله يحييكم. الله يحييكم. اسمح لنا ما ضيفناك شيء، بس اللقاء كان سريع. لا انا المفروض يعني قبلكم انا والمفروض انا اضيفكم، لكن قلتوا لي لا. يعطيك الف عافية. مستعيلين وان شاء الله. شكرا لك. الله يحييك. هلا بوجه السعد حمد اللي على العهد وكان قد الوعد، جانا وهو مستعد ويلا شوفوه. حمد، اول جولة في الدوري وانت رياني وبتخمن على مباريات الريان وقطر في الجولة الاولى. ان شاء الله 2-1 الريان ان شاء الله. من راح يسجل للريان؟ رودريجو تباتا وفابيو ان شاء الله. وفابيو وراح يسجل هدف قطر. مارسيلو. افضل لاعب في مباراه قطر والريال. رودريجو تباتا. مباراه الخور والاخريطيات، كم تخمينك على هدف؟ 1-1. شوف المباراه اللي بعد، مباراه قويه وكلاسيكو الكره القطريه، السد ضد العرب. والعرب 2-1. ليه؟ السد
2-1 للسد، الغرافة والوترة. من تتوقعين؟ 2-0 الغرافة. الأخوية والسيرية؟ 3-1 الأخوية. سهولة؟ لا مش بسهولة، بس ترى بيسهل عليك العيدة، وانتو العيدة ترى جيران وكيفكم وراكم، الله كريم إن شاء الله. أيضا مباراة من المباريات الكبيرة، الجيش صاحب المركز الثاني العام قدام فريق طموح نقدر نقول المصلحة. لا 3-0 الجيش. يعني الجيش حاسبها 3-0؟ 3-0. من راح يفوز هالسنة بالدوري؟ بما ان احنا في البداية اكيد بتقول لي الرياض. ان شاء الله. صار لكم سنين ورا هالحلم، حس متحقق ان شاء الله. هالموسم ان شاء الله. بنشوف انا وانت ولا باركش. اخر مباراة اللي هي مباراة الخرطيات والخوف. كم؟ 1-1. 1-1. على فكرة انا شايف رياني من شوي خايف من اجويري هالموسم. لا ان شاء الله. ان شاء الله بيجيب الدرع ان شاء الله. بيجيب الدرع، واذا ما جاب الدرع الباب يوسع جبل. لا حول ولا قوة الا بالله. يعطيك العافية. الله يعافيك. شاكر لك تخميناتك معنا، وان شاء الله تتوفق، وان شاء الله تفوز معنا ان شاء الله مع بداية الحلقة الجاية. شكرا لك يا حمد. تسلم. يا الرياني. يعطيك العافية. يعطيك العافية. حي هالطلة وحي هالحضور وحي اللي يبي الفوز حليفة، متسابقنا زاد النور نور، يا هلا بك ويا مرحبا يا خليفة. خليفة السهلاوي، نبلش معاك تخمين في أول حلقاته وأول ست مباريات في الجولة الأولى. أنت اخترت أنت رياني ومختار نعم. مباريات الريان وقطر. وقطر. كم نتيجة المباراة؟ ان شاء الله الريان 3-1. من راح يسجل الريان؟ الجول الاول جار الله. الجول الاول جار الله وباقي جولين تباتا رودريجو تباتا. وراح يسجل هدف قطر مارسيلو. مارسيلو افضل لاعب في المباراه رودريجو تباتا. رودريجو تباتا. تباتا. خلينا نشوف الخمس مباريات الثانيه ونبداها بالسد والعربي، مباراه كبيره في الجوله. مباراه قويه. نعم اعتقد السد يفوز 2-1. قلت السد راح يفوز 2-1. الغرافة والوكرة، تخمينك على هالمباراة في الجولة؟ الغرافة والوكرة 1-0 لصالح الغرافة. سلية والأخوية 2-0 لصالح الأخوية.